طبعا احنا كلنا مستنيين يوم السبت بفارغ الصبر. طبعا من حقنا بقى، بقالنا قد ايه قاعدين في البيت؟ بقالنا قد ايه؟ بقالنا 4 شهور تقريبا. 4 شهور. 4 شهور ما بنشوفش مش كلنا يعني، معظمنا ملتزم وقاعد في البيت وفعلا ما بيشوفش الشارع، لدرجه انه في ناس بتقول ان هي مش تبقى عارفه ملامح الشارع لما تنزل. بس تتوقعي اول ما باب الشقه يتفتح كده بقى ويقولوا هترجعوا لحياتكم الطبيعيه، هنعمل ايه؟ هجوم على طول. هجوم. واعتقد ان ده نفس اللي هيحصل لما نشوف الفيديو ده. حرفيا حرفيا ده اللي حصل. شفت الفراخ وهي خارجه كانت بتخبط في العمود عادي جدا، المهم انها خرجت. ده مش هجوم بس، ده هجوم واندفاع وفرحه. وبصي اعتقد ان الست هي اللي هتزغرط الزغرطه دي وجوزها خارج بره. طيب، وبما ان كمان الطيران هيفتح في اول يوليو، تعالوا نستقبل اول طيار. الله، والله فرحة رهيبة. انت متوقعة ان الطبل والزر اللي جوه الطيارة ولا اللي جاي تستقبل الطيارة؟ الاثنين، ده وده، الاثنين. ما صدقوا الاثنين. انت فين يا عبد الصمد؟ من زمان ما شفتكش. اخيرا بجد نفسي